وبلغ عدد المستخدمين حوالي 24 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث 58 مليون عملية بحث يوميا، يعني تقدر بنسبة 81% مقارنة برمضان اللي فات. فبالتالي هنا نقدر نقول ان كل تطبيقات التوصيل وكل تطبيقات البحث عن الخرائط متفقة تحت بند واحد، فهنا زادت بنسبة 81% مقارنة عن رمضان اللي فات. طيب، مشاهدة المنصات من أجل المحتوى الترفيهي ده برضو أكتر نسبة موجودة بين رمضان اللي فات ودلوقتي، لأن مشاهدة المنصات اللي هي الترفيهية من أجل المحتوى الترفيهي دي عبارة عن المنصات المحلية زي واتشيت وغيره. المنصات دي تكون يعني بديلة للتلفزيونات، لأن أنا كده كده دايما بطلع بقول إن التلفزيون دي وحدة أساسية دلوقتي عندنا إن إحنا نتفرج عليها، ولكن بعد كده هتكون وحدة أساسية لإن إحنا نخش وندخل من المنصات. يعني بعد كده حضراتكم البرامج هتكون برضو بث مباشر على المنصات المحلية اللي موجودة. طبعا إحنا عندنا منصات قوية جدا، وفي نفس الوقت بلغ عدد المشاهدين 41 مليون مشاهد، وعدد ساعات المشاهدة 14 مليون ساعة يوميا، يعني في زيادة 41% مقارنة برمضان 2023. وطبعا التسوق الالكتروني، هنا بقى هنقف عند النقطه دي. المفروض طبعا يكون التسوق الالكتروني يعني بحد علم جميع المواطنين انه هيكون زايد عن رمضان اللي فات، ولكن التسوق الالكتروني انخفض بنسبه 3% مقارنه برمضان اللي فات. ليه بقى؟ انا عايز اوضح هنا سبب الانخفاض، انه ارتفاع الفيديوهات القصيره بشكل سريع جدا، والبيع بيتم من خلالها، يعني الشورتس فيديو اللي هي التيك توك والريلز وكده انتشارها بيكون اسرع، فبالتالي الناس بدات تدخل على منصات الفيديوهات القصيره عشان تشتري المنتجات بتاعتها بشكل اسرع وبشكل اقوى. فبالتالي هنا عكس بصوره سلبيه على منصات كبيره اللي هي منصات مثلا بدون ذكر اسماء، المنصات البيع والشراء اللي هي اهم خمس منصات في مصر، فانعكس بشكل سلبي عليها. هنا برضو نقدر نقول ان الريلز والتيك توك او الفيديوهات الطوليه هي المستقبل في كل شيء برضو في موضوع الانتشار السريع. طيب باشمهندس احمد، في التقرير بيتكلم عن الانترنت المحمول، هل ده اللي هو اللي هي الداتا يعني الموبايل داتا؟ هو الانترنت المحمول هو الموبايل داتا اللي هي موجوده خارج المنزل، خارج الاتصال الارضي يعني. بالظبط كده. تمام، جميل جدا. ده معناه بقى ان الناس بدات تستخدم الموبايل بكثافه في الخارج في الشوارع وكده؟ هو كده كده الناس طبعا في ارتفاع زايد جدا ان تستخدم الموبايل في الخارج بشكل كبير، وخصوصا برضو في سهولة الحصول على المعلومة دلوقتي، وسهولة برضو وكترة المنصات برضو يا أستاذ محمد. كترة المنصات دلوقتي خلت الناس خلاص، الأول كنا بنقفل الانترنت فترة معينة، لكن دلوقتي لا، في منصات بتجيب لك مسلسلات وأحداث المسلسلات، في منصات بتجيب لك الأخبار، في منصات بتديك المعلومة أول بأول بشكل سريع جدا. فكترة المنصات دي بتخلي الواحد لا يفتح دايما، وسهوله التواصل بين الاخرين في الدول الخارجيه مثلا، يعني في ناس بتكلم قرايبها في الدول الخليج او دول خارجيه ثانيه، فبالتالي بتحتاج تفتح داتا بره، فدي برضو محسوبه من النسبه دي.